إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار في شهر العتق من النار. ثم أما بعد، أحببت أن يكون حديثي اليوم ونحن نفتتح العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك حول فضائل هذه العشر الأواخر، وما ينبغي على العبد المؤمن أن يشتغل به خلالها، وأي عزيمة وأي قصد يحسن به أن يستبطنه في سيره إلى الله جل وعلا أيامها. وذلك كما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان. وإنما القصد اليوم بحول الله بيان هذا القصد، أي هذا المعنى، سواء استطاعه العبد وتيسرت له ظروفه أم لم يستطع. فمعلوم أن اعتكاف رسول الله عليه الصلاة والسلام وكثير من أصحابه وبعض أزواجه أيضا كان بالمسجد، كان نوعا من الدورة الروحية المركزة، إذ لا يشتغل العبد خلال تلك الأيام إلا بالله جل وعلا ذكرا وعبادة وتعلما وتعليما، ولا يشتغل بشيء من أمور الدنيا ولو كانت من المباحات. وإنما أجاز بعضهم الخروج من المعتكف لخدمة الناس. كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج من معتكفه إذا كان القصد هو خدمة بعض الأغراض لبعض الناس، لبعض الفقراء أو المحتاجين، أي يمشي في حاجة الخلق. أما أن يمشي في حاجة نفسه وسوقه وأمره هذا، فذلك مما كان لا يجوزه، وإنما كان يجوز أن يخرج من معتكفه لخدمة الخلق، لأنه في خدمته الخلق لا يجد فرقا في ذلك بينه وبين عبادة ربه وذكره جل وعلا، لأنه لم ينشغل ولم يشتغل بنفسه. ما دام يشتغل بحاجة الخلق فهو يشتغل بالأمر التربوي التعبدي المحض، ليس هنالك أي حظ وأي حظين عفوا ليس هنالك أي حظ ولا أي التفات إلى النفس، وإنما هو الاشتغال بالرغبة والقصد في طلب رضا الرحمن وحده لا شريك له. فإذن رمضان كله من بدايته إلى نهايته هو عبارة عن دورة روحية مركزة. ماشي المقصود أننا نتكلم على سنة الاعتكاف، ليس هذا هو القصد، وإنما سقتها لبيان قيمة العشر الأواخر، يعني لدرجة أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ينقطع عن الدنيا، يعني حتى الأشياء المباحة من المعاملة العامة ينقطع عنها، ما يشتغلش فيها في العشر الأواخر. إذن هذا العشر الأواخر ذات شأنين عظيم لا شك. ورمضان كله طبعا ذو شأنين عظيم، وهو دورة روحية للعبد خلال السنة، مرة في العام كيكون، فهو فرصة إذن نادرة، لأنه شهر في السنة. ولكن خاتمته من ثلثه الآخر، أي العشر الأواخر منه، هي زبدته، حيث معانيه كلها هنالك تتركز. أن رمضان كل ما هو عبارة عن انقطاع وتبتل، أنه كما بينا في مجالس بهذا المجلس وبغيره، الله أكبر، أن رمضان
أو أن الصيام معناها الانقطاع إلى الله جل وعلا، معناه الانقطاع إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له. ولنا في آية عجيبة من قول الله جل وعلا على لسان مريم ابنة عمران، وإن كان لها سياق آخر سنذكره: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. سبق بيان في هذا، لكن القصد هو أن هذا الأمر فعلا فيه شيء من شرع من قبلنا، لأن من شأن صومهم من بني إسرائيل أنهم كانوا إذا صاموا انقطعوا عن الكلام أيضا، وهذا منسوخ بشريعتنا، لأنه صح في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله صحيح: لا صومات يوم إلى الليل، لا صومات يوم إلى الليل. يعني من قصد أن يعبد الله جل وعلا بالصمت، رغم أن الصمت ممدوح جملة، لكن أن تقصد إلى الصمت فعلا تعبدا بطريقة معينة، لا تكلم النهار كله إلى الليل، هذا من البدع المنكرة التي لا تجوز. ونظر أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، نظر واحد النظر، نظر أن يصوم ولا يتكلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتم صومه لأنه نظر وأن يتكلم. لكن رغم قلت إن أو رغم أن هذا الحكم منسوخ، القصد حيث المقاصد القصد غير منسوخ، نسخ شكل الحكم ولم تنسخ حكمته، لأن معنى الصوم هو أن تنقطع فعلا عن الناس إلى الله جل وعلا، وأن لا تشتغل بالشأن الدنيوي على الإجمال ولو كان لك الحق فيه. وإليك البيان بإذن الله. تعلمون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام المتداول المشهور خلال رمضان، الكل يتحدث به مما ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلمين، قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا كان صوم يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم إني صائم، وإن سابه أحد أو قاتله. هذا محل الشاهد. حينما تشتم وتقذف في عرضك، وحينما يتعدى عليك بالضرب والمقاتلة، في الأصل لك الحق في أن تدفع عن نفسك إن شئت، هذا حقك هذا، فما أنت بظالم لو رددت السباب بسباب مثله أو أن دفعت عن نفسك بقوتك، لكن يجمل بك بل يسوء بك أن تدفع عن نفسك مثل هذا خلال رمضان. وإنما الدفع بهذه الكلمة: إني صائم إني صائم إني صائم، هذا شيء عجيب جدا حقيقة. فيعني يعتدى عليك مع ذلك في رمضان، تحاول قدر الإمكان ضبط نفسك والسيطرة على أعصابك، وأن تتملك أمرك بحيث لا تستفز ولا تستجيب بردود الأفعال لمن يؤذيك، وتحتسب صحيح أنت أذيت، لكن هنالك شيء اسمه الصبر، شيء اسمه الاحتساب. وكمال الربانيين كان هذا شأنهم،